مشاهدي الفضائي السورياني سورويو تي في بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج من لبنان. من لبنان رح نتعرف على لؤلؤة زغرتا الزاوية، هي بلدة القصور والحدائق الغناء يلي أرميد منازلها مرتع الطيور وبيوتها مشرعة الأبواب للضيوف والزوار. حاراتها بتحكي تاريخها وقصورها تختزل مغامرات الهجرة والغربة. عم بحكي عن بلدة مزيارة. بحب أتشارك معكم مشاهدينا هالشعر للأستاذ جان بشارة ابن بلدة مزيارة يلي بيقول: طل الحلا بزيارة عهدني وديارة، ولما ميل عالبنان ما استحلى غير مزيارة. مزيارة هالبلدة يلي تعتبر بلدة من شمال لبنان، وهي وجه من أوجه إبداعات اللبناني بكل أصقاع الأرض، ونموذج عن تحدي أبناء ضياعنا لكل العوامل الصعبة. خلونا نبدأ الجولة لحتى نتعرف أكثر على بلدة من أروع البلدات اللبنانية بشمال لبنان، مزيارة. بلدية مزيارة تأسست سنة 1943، وبلدية مزيارة نشيطة وناشطة يعني، وعملنا مزيارة، اشتغلنا كتير كبلدية بمزيارة، يعني أهلناها لمزيارة، أهلنا البنية التحتية، إعادة تأهيل البنية التحتية، مي، مياه، مجارير، صرف صحي، زفت، كله هذا قمنا فيه. بس هلا اخر فتره بتعرفي اجت الكورونا على البلد، انشل البلد، انشل البلد يعني كليا. بعدنا عم نكافح ونناضل لانه نحن شعب مناضل ومكافح، وبلدتنا مزياره عزيزه علينا ومكملين المشوار. اللي عم بيهاجوا من زياره بيروحوا على كل الناس بيرجعوا على مزياره، شفتي كيف؟ وشعب مناضل نحن المزياري، نحن المزياري تحدينا الصخر وغلبنا الصخر، وإذا بتشوفي فيلاتنا كلها صخر وبيوتنا كلها صخر، هيدي تحدي للصخر، تحدينا نحن، بنحب التحدي. ومشي الحال يعني بمجهود المغتربين والمقيمين مكملين البلدية، بمجهود فردي يعني، شفتي كيف؟ هلا الدولة عاجزة هالأيام ما في شيء، بس مكملين بدعم المهاجر ودعم المقيم. مكملين نحن وعم نناضل ومتمسكين بأرضنا، ما هذا أهم شيء، التمسك بالأرض. نحن متمسكين بأرضنا ومثل ما بيقولوا الله يقوينا والله يعطينا أيام أحلى تنكمل بمهمتنا كبلدي مسؤولي عن بلدي مثل مزيارة، جميلة محببة إلى قلوبنا. ورئيس البلدية الله يقويه مارون سالين دينا اللي هو هلأ بالسفر، ما قصر بشيء ابدا يعني، كل شيء بينعمل عمله عن جد. مارون انا برفع له شابو بالا، مارون دينا رئيسي وانسان بشوف لبعيد عن جد، وعنده افكار يعني كيف بدي اقول لك، صاروخيه افكار عن جد، في شغلات يعني بيطلع فيها هو بافكار بيطلع فيها كثير 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 بلاقيها بناءة وأفكار مفيدة لمزيارة. اشتغلنا نضلنا، ما نسيت ثقافتي، كنت دايما ببحث دايم بتاريخي إن كان لبنان أو كان مزيارة، إلى درجة أني وصلت أن يكون مشروع شاعر، وأنا اليوم كتبت كتاب مطبوع بقيد التوقيع اسمه الذوبان، كتاب تاني كمان بدي يروح على المطبعة اسمه سفر قاسيون. هذا أنا. أما أنا الكبيري تبعي
اللي هي مزيارة وبالتالي لبنان. إذا بدنا نقول عن لبنان، إذا بنحكي في هيك بإيجاز عن لبنان، لم تقم الدولة في لبنان، قد يكون هناك كيان لكن لم يكن لم يقم الوطن في لبنان، لأنه وطن بدون مواطن رئة مثقوبة، يقول الشاعر الكبير أدونيس. لم يقم المواطن في لبنان مش هناك وطننا بدل مثقوب، ولن يقوم لأنه نحن مجموعة رعايا ننتمي إلى قبائل وطوائف متشرذمة هنا وهناك. هذا ملخص لبنان. أما مزيارة فهي خلقة متوجة، مزيارة هي مفردة في هذا الشرق مش بلبنان. لأنه بيزورني أحد الدكاترة من أصول إيرانية، دكتور بجرنوبل ببيريز، كان يعلم ابني، قال لي أنا وقت وصلت على لبنان وفت عملت محاضرة بالالايو، شفت كانوا يخبروني أنا وصغير أنه لبنان البلد الأخضر والجميل وال أنا ما شفت هالشي، شفت غابات من البطون وشاهقات من الأبنية، ما غيرت علي شيء يعني، وشوارع شيء ضيق شيء عريض، ما انبسطت. بس وصلت لعندك عم زيارة عرفت حول، وصلت على لبنان اللي خبروني عليه أنا وكنت صغير، وقال لي لبنان، وما قال لي مزيارة ما بتذكرني إلا بسان تروبي الفرنسية. فمزيارة المزياريين وقت اللي هاجروا بالخمسة وثمانين أو بالأربعة وثمانين للبرازيل، وتزامنت الهجرة كمان على البرازيل إلى إفريقيا، هاجروا على حد مقولة الفيلسوف الإنجليزي توينبي، كان الصخر عائق قدام حياتهم، يعني يقدروا الزراعة عندهم كانت بين الصخور، وبالتالي كان الطعام عندهم شيء بسيط. فسافروا على الهجرة وأعادوا التحدي للصخر، طحنوه للصخر إن لم نكن عملوا منه هيدي الفلل والقصور العظيمة. اللي بينقصها شغلي، وبتمنى على المزيوريين، وإن المزيوريين كويسين والشبابين كويسين، بس بتمنى عليهم إنه هالقد عملوا بيوت حلوة، عملوا هالقد ولاد كان حلوين، لأنه البيت اللي ما بيسكنوا إنسان عظيم هو بيت ولا شاء، بنتهي ولا شاء بيت العناكب. وهون بتحضرني جملة عظيمة لجبران حكمي كاتبنا وعظيمنا وتاج راسنا، بيقول جسدك هو امتداد لبيتك، جسدك هو امتداد لبيتك. فبدي يكون إذا كان بيتك حلو جميل بدي يكون جسدك حلو جميل. من هالمنطلق الاهتمام بالولاد بالإنسان هو ضرورة، وتذكيره وتذكره أنه أنت لازم ترجع لهون، وهالبيوت ما تعمرت تسكن العناكب وتصور عتبات عناكب. هيدي هي المشكلة اللي عم نعانيها، هذا الفراغ اللي عم نعيشه. شبابنا شوي عم بيهاجروا عم بيروحوا عم بيبرموا عم بيجوا قليل على ضيعتهم. أنا ببعث لهم رسالة متمنى عليهم يرجعوا على ضيعتهم، يجملوا ضيعتهم فيهم. الضيعة ما بتتجمل إلا بالإنسان، بالنهاية الإنسان هو سيد الكون. هذا البيت في عبكرة أنا يكون لي، في ابني بيقولوا حتيني بيصير منه لي، بيضيع الاسم إذا ما كان الإنسان مزبوط إنسان، إذا ما ركبت فيه الشخصية البشرية المزبوطة. هجرنا سنة 85 على البرازيل، مجموعة من الشباب تحت ضغط معين ما بدي يفوت فيه. سنة 94 هالشباب اللي هني 85 شخص، كل المال اللي عملوه واشتغلوا راحوا من هوني ولا شيء، كل المال اللي اجتهدوا فيه وعملوه هونيك باتوا تكبروا كنيستون. سنة 1904 جابوا المي من الجبال العالي المقابلك وصلوا ولا مزيارة، 75 شاب 85 شاب، ولا واحد منهم إذا شاف كنيسته مثل ما شفتي هالكنيسة العظيمة كنيسة العذراء، ولا واحد رجع شاف. كان يعطوا مي طلعوا وراهن، ما قدروا اجوا، مش لانه ما بدهم يجوا،
كانوا عم بيشتغلوا تيعمروا هون، ما كان معن هني حتى يقدروا يجوا، لأنه كان يعمل حسابه أنا إذا بدي أدفع حق التيكت أو تذكرة السفر تأرجع، لا خليني أبعتها تكملوا أعمار كنيسة مزيارة أو تجيب المي أنا من الجبال لمزيارة حسب ما يدل المزياري يروح رحلي ما بعرف لوين تجيب أربط مي ويجي يشرب منها. من هالأسباب هني ما رجعوا لهون. هيدي دليل، هيدي دليل دش 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 كرامة ضيعتهم بتهمون، دش كرامة الأرض بتهمون. أنا وقت اللي بحافظ على ترابي يعني حافظت على حالي، حافظت على كرامتي. بدي خبر خبرية، ياما قبور، ياما مقابر جرفوها وروحت وعمروا محلها بيوت، بس تحت منها في إنسان. هذا أنا بدي أحافظ عليه، كرامته مرتبطة فيني. وين ما بروح أنا كرامة مزيارة فوق كل شيء، مش كرامة بيتي. أنا وقت اللي كنت أخذ فيز تسافر على أوروبا، بس أصول بدي سافر ولا شو بدي أروح أنا، شو بدي أروح، شو عندي بأوروبا؟ ألغي الفيز أرجع جيل هون، أرجع جيل هون، بجي بدي زور قبر بي، بدي زور قبر أمي، بدي زور قبر اسمها القبور. وبدي هلا خبر خبري عن الأخوان الرحباني بهذا الموضوع. القبور شغلة أساسية نحافظ عليها. يعني أنا بيقول لك أنا شو في بهالبلد بدي هاجر، وهودي البي الأجداد هودي شو بتعمل فيهم هون؟ مين بتتركون؟ لأي ناس بتتركون يجوا ياخذوا الأرض يعبسوا بموتك، يعبسوا بعضهم موتك؟ لمين بتتركون؟ هي حفلة، هي حفلة تركت بيت أو أنا ركدت ورا شو؟ ورا أني قدر عيش وعبي بنزين؟ مرحلة وبتمرق. نحن عايام المماليك من كسر وين تتلحق صغرتها؟ روح 150 ألف قتيل المماليك قتلوا المسيحيين والباقي ما هاجر. ولكن نحن اليوم وين؟ نحن رجعنا عملنا معادلة لبنان ورجعنا أسسنا لبنان من كسر وين لصغرتها ما دل المسيحي واللي دلوا هربوا على الجبال. وين سكنوا؟ سكنوا الصخور هني والبطوركي تبعهم. تحدوا الصخور، تحدوا الدم، وما راحوا ورجعوا له ورجعوا هني بدهم لبنان. هلا نحن نتفت بنزين ونتفت كم شخص وصلت للصدفه للسلطه بدنا نناضل تنشيلهم. والا شو بيخد قبر بي معي؟ الاخوان الرحباني بيقول عاصي ومنصور كانوا نازلين كانوا صغار من دور الشوار. قال له منصور لعاصي، قال له ليك هالضيعة شي حلوة؟ قال له هيدي ما أنا ضيعة. قال له لا، قال له مني شايف فيها قبور. قال له الضيعة ما فيها قبور ما بتثبت. حاول عدد من الباحثين رد اسم مزيارة إلى اللغات السامية القديمة منطلقين من جذرين ساميين زور وزير، فالأول بفيد الانحراف والتغرب والثاني بيعني الضغط والكبس. وقد قيل أيضاً أن اللفظة هي من جذر زار يلي بيعني الإحاطة والتسوير، ما يعني أنه المكان اتخذ اسمه من موقع البلد الجغرافي فتكاد تكون محصنة ومسورة بالجبال والوديان. ومن الطبيعي أنه يطلق على مكان بيتميز بها الخاصة الطبيعية اسم مسورة، وهيدا يلي بتعني لفظة مزيارة بالآرامية. أما بالظن القريب من التأكيد فهي بالأساس مسيارة، وانقلبت فيها السين إلى زاي، والزاي بحساب الجمل عبارة عن رقم 7 وهو عدد مقدس. تنقدر نحكي عن مزار أم المراحم بزيارة بدنا نفوت بمسيرة طويلة مجبولة بالاختبارات الروحية. هالمسيرة يلي هي دخلت الزمن وحوالي 30 سنة باختبار شخصي مع مؤسس المزار مرسال الشغوري، مع علاقته بالعذراء مريم، مع علاقته بالطبيعة. الهدف العذراء مريم
ناطرة كل واحد منا بقلب طبيعتنا لبنان، لحتى كل واحد منا يلتقي بالعذراء بطريقة روحية، لحتى كل الجماعات وكل الأخويات وكل الشبيبة يكونوا حاضرين، لحتى يقدروا يلتقوا بذاتهم، يلتقوا بالله من خلال كل المحطات يلي هي بتجسد الكتاب المقدس، بتجسد الإنجيل يلي هو موجود بهالمكان الرائع. زيارة بلدة سياحية بامتياز، زيارة تتكون من عدة، فيها عدة أماكن خارج إنه تنزار وخارج إنه تجي، إن كان بالصيف أو إن كان بالشتاء. أول شيء زيارة فيها أماكن دينية بحدود 20 مكان بين كنيسة ومزار وكابيلا. من أهمهم أكيد كنيسة سيدة مزيارة، كنيسة مار ساركيس وباخس حرف مزيارة، كنيسة مار الياس حمايس، وكنيسة مار مارون صخرة. هودي الكنائس الأساسية بمزيارة. بيجي بعد منهم أول شيء وأهم شيء على مستوى لبنان كله سوا هو مزار أم المراحم يلي نحن موجودين فيه اليوم. بالنسبة لغير أماكن كمان عنا الهايكينج بمزيارة، شغلة كتير كتير مهمة يلي هو عنا الحرش، حرش مزيارة يلي من أهم الأحراش السنديين بلبنان. في دورة للمشي بقلبه، في عنا منطقة رشتعموت يلي هي بنراح عليها مشي من أجمل المناظر الطبيعية. عنا المشي الشتوي يلي هو على التلج، عنا أكيب شباب وصبايا من مزيارة مستعدين ياخدوا أي سائح أو زائر لمزيارة، إن كان صيفاً أو شتاءً يبرموه، إن كان بالأحراش بالصيفية وإن كان بالتلج بالشتوية. عنا كلها مناطق سياحية يعني بامتياز، وأكيد عنا أهالي مزيارة يلي هن الأسيت نمبر وان بمزيارة، يلي هن المضيفين والبيوت المفتوحة والأهلة والسهلة. عنا المطاعم الموجودة بمزيارة كمان عطول صيفاً شتاءً موجودة بتتأهل بكل أهالي، بكل أولادنا وأحبابنا اللبنانيين. مزيارة مشهورة بالاغتراب، أولادنا المغتربين بكل دول العالم. أول اغتراب القديم الأقدم اغتراب هو بالبرازيل، وبعدين نيجيريا، بعدين أستراليا، أمريكا، كندا، بكل دول العالم بأوروبا عنا مغتربين مزياريين. بس الشيء الجامع لكل مغتربين مزيارة هو محبة مزيارة. ما بتمرق سنة أو صيفية أو ربيع ما بده يجي ابن مزيارة يعيد بسيدة مزيارة بمزيارة. ابن مزيارة متعلق بمزيارة بشكل مثل ما الأم بتتعلق بطفلة، بده يجي عم زيارة يعيد ويرجع يهتم يعمر بيت بمزيارة. هذا هدفه الرئيسي من الهجرة، بده يعمر بيت بمزيارة ويدعم أهله وقرايبينه. وبيرجع هلأ مؤخرا من بسبب الأوضاع اللي صارت بالعالم كله سوا وبلبنان خاصة، رجع بعض شباب مزياريين عم بيرجعوا للزراعة، يزرعوا الأراضي ويرجعوا يستثمروا يبيعوا ويستفيدوا منهم شخصيا يعني. يعني المغتربين هن رسمال مزيارة وهن ثروة مزيارة وهن الأساس ببناء مزيارة. بتمنى أنه نكون نحن استضفناكم بمزيارة وعطينا وجه حلو لمزيارة، ونتأمل أنه الكل يرجعوا يجوا ويشوفوا مزيارة. وأهلا وسهلا فيكم. بتقول الأحداث عبر تاريخ مزيارة أنه وصلوا الأجداد من بلدة بكفية بالعام 1652، سكنوا ريش طعموت وأقاموا فيها كنيسة وبيوت، وبوقتها كانوا أهل الضيعة في اللحين ما قدروا يدفعوا حق أرض مزيارة اللي كانوا فيها. وبوقتها أيضاً أجرى الأمير يوسف شهاب المساحة على البلدة وخفض قيمة الضرائب المترتبة على كروم العنب وبساتين التوت، وبلشت من وقتها الهجرة من بلدة مزيارة بعد هالأزمة. وكان أول مهاجر من البلدة، وتعاونوا شباب مزيارة لهاجروا سوا ووقفوا بوجه الدهر موقف الأبطال بالغربة، وصاروا يتعبوا ويبعثوا لأهلهم مبالغ مالية حتى يدفعوا ثمن أرضهم لحتى يتملكوها بعد عدة تحديات. واللي بقيوا بمزيارة بوقتها حرثوا الأرض وفلحوا وزرعوا وغرسوا وحصدوا
ودافعوا عن أرضهم وتعاونوا ببناء الكنيسة وبناء البيوت وتعاونوا بجر المي للضيعة من مسافة طويلة متحدين وعورة الطرق وصعوبتها. تاريخ مزيارة الروحي ببلش حوالي 1720 بضيعة اسمها رشتعموت. نقلوا من تحت بعد ما 75 سنة ما كتروا ضلوا قليل، نقلوا على مزيارة على هالضيعة الحلوة وعمروا أول كنيسة سنة 1784، وبقيت هالكنيسة الصغيرة لحدي سنة 1894 مع بداية الهجرة المزيارية صوب البرازيل مع المونسنيور يعقوب صليبة يلي راح على البرازيل. نعمل همة بين المقيمين والمغتربين وعمروا هالكنيسة الحلوة من سنة 1894 لغاية اليوم، وبعدها شاهدة على كرم ابن مزيارة تجاه كنيسته، محبته لضيعته، محبته لرعيته وتفانيه بخدمتها. يعني كان كل نشاطاتهم الروحية بتصير هون، حتى محل القاعة هلأ كانت المدافن، المدافن الرعية كان بحد باب الكنيسة دغري، يطلعوا من باب الكنيسة دغري على المدافن حسب العادة السريانية الانطاقية. مشان هيك معظم كنيسنا كان حد منها مدافنة، واستمروا بالعطاء حتى ربنا نعم علينا وكبرت الهجرة. ولكن الهجرة كان في منها مؤلم وكان في منها مفرح. كان في هجرة مؤلمة بسبب الأحداث الأليمة اللي صارت بال 1860 وغيرها، وطبيعة الحال هلأ الهجرة مؤلمة كمان لأنه عم نترك هالوطن وما بعرف أي متى بنرجع لإله. عشان هيك دايما صلواتنا بالرعية إن كان بالقديس الصباح أو قديس المساء أو بأي احتفال روحي، المغتربين لهم ذكر دائم مثل ما المقيمين لهم ذكر دائم، المغتربين لهم ذكر دائم لأنه هن اليد اليمنى للوقف، يد اليمنى للرعية، يد اليمنى للمحتاج. مزيارة هي جاي من معنى تاني، هي جاي من زيارة، يعني كنا بزيارة ورجعنا، حرفوا الاسم وصار مزيارة. أولاد مزيارة ما راحوا نسيوا مزيارة، بيروحوا بيرجعوا بأيام الصيف، بيرجعوا بعيد الميلاد، بيرجعوا بعيد الكبير، بيرجعوا بكل المناسبات الاجتماعية الحلوة والروحية، وكانوا يجوا خاصة بأسبوع الآلام حتى يشاركونا بأسبوع العظيم، يعني بدءا من اثنين من أحد الشعانين مساء لغاية صباح القيامة. 90% من مغتربينا إن كان بالبرازيل أو كان بأفريقيا أو كان بأستراليا كانوا حاولوا يجوا. مشان هيك نحن بمزيارة ما كتير حسينا بالغربة، يعني اللي راحوا يشتغلوا بأفريقيا راحوا يشتغلوا حتى يأمنوا معيشتهم وكرامتهم وعزة نفسهم، بس ما نسيوا أبدا مزيارة. والهجرة الحالية هلأ إما طلبا للعلم بالجامعات الخارجية أو طلبا لفرص عمل جديدة غير متوفرة بالأراضي اللبنانية. بقى ما نخاف، نحن كمزياريين منقول يمكن نحن مثال المارونية الصحيحة يلي مكبشين بها الأرض، مش رح نتركها إلى الأبد. انعكس تعاون المغتربين خير على ضيعتهم وصاروا يتنافسوا وما يتحاسدوا ولا يوم. هالأمر زاد من نجاحاتهم من خلال تعاونهم سوا إلى أقصى حدود التعاون، وصاروا يشتروا الأراضي من أجل توسيع مزيارة عقارياً. حصد المزياريين نجاحاتهم وقرروا يحتفلوا بعيد زرع البلوط حول بلدتهم، وصاروا يزرعوا مزيارة بغابات السنديان من خلال حملهم البلوط من بشناتا. وهيك صارت تتعاون النساء والأطفال والرجال ويكونوا إيد وحدة لحتى يتغلبوا كل الصعوبات. تتميز مزيارة القديمة مثل ما قلنا بالمقدمة بحاراتها الحلوة، نذكر منها حارة التحتة المعلقة، حارة اللوز العربي، وأيضاً بحاراتها الجديدة اللي انبنت أواخر الأربعينات وهي حارة الجديدة والظهر والقلع.
من المعالم اللي بتتميز فيها أيضاً مزيارة هي كنيسة مارت مورا بريش طعموط وكنيسة الرعية كنيسة السيدة مقام للعذراء مريم يعرف بسيدة المراحم. بيحتوي على كنيسة وتمثال للعذراء بالأعلى بيوصل لإله الزائر عبر درج طويل، وبيحتوي هالمكان المقدس على تماثيل نحتت لتكون مجسمات عن بعض مراحل حياة يسوع المسيح، بدءا من بشارة العذراء مريم مع الملاك ميخائيل وصولا إلى مرحلة الصلب وموت وقيامة يسوع. وعلى جانبي الممر المؤدي للكنيسة 12 تمثال بيمثلوا الرسل اللي حملوا البشارة إلى العالم. هالمكان المقدس يلي اليوم هو معلم سياحي ديني بامتياز، وكل الناس بتقصد بلدة مزيارة لحتى تتبارك من المعلم المريمي مزار أم المراحم بمزيارة يلي كان له الفضل عليه الأستاذ مارسيل الشغوري وعائلته يلي اليوم عم بيكملوا رسالته من بعد وفاته. هو اللي كان يمجد اسم الرب يسوع ووالدته العذراء مريم وأراد أنه يكرمها بهالمعلم لحتى تكون مزيارة عم تضيف معلم سياحي ديني بامتياز من لبنان للعالم. تاريخ مزيارة ببلش من سنة 1652 ميلادية. 1652 بينتقل لعمط الله نعمة من بكفية باتجاه جبة بشري. هين منطقة كانت كلها تابعة لجبة بشري بالقرن السابع عشر عم بحكي. هلأ طبعاً في أسباب، في دوافع، في أهداف جعلته ينتقل من بكفية إلى جبة بشري. أول موطئ لإله كان بلدة سرعيل، موجودة بعدها لليوم بلدة سرعيل، وهي صارت بقضاء صغرتها. من سرعيل انتقل لعربة إصحية، من عربة إصحية انطلق لإجبع. بإجبع كان مركز صيفي، كانوا يقضوا الربيع والصيف وجزء من الخريف بإجبع، منطقة جبلية. بالشتاء ينزلوا على منطقة بكعب الجبل بأسفل الجبل اسمها ريش طعموط. ريش طعموط لفظة سريانية بتعني رأس الطعم أو رأس اللذة، لأنه المنطقة تحت كانت تشتهر بلذة فاكهتها. هلأ مع الوقت اشتروا الجبل يلي هو فوق منطقة ريش طعموط، منطقة شوي هيك سهل منبسط بأسفل الجبل. اشتروا الجبل اللي يعرف بجبل مورجرجس لأنه بنيوا عليه كنيسة هونيك باسم القديس جرجس، وبعدها لليوم هاي الكنيسة موجودة برأس جبل مورجرجس. هلأ اليوم هالمنطقة هونيك برأس الجبل مطرح ما كانوا وهبت لمطرانية أبرشيت طرابلس المارونية، وهبت للمطرانية وهلأ صارت مصيف للمطران بيطلع بيصيف فوق، وبعدها كنيسة مورجيريس اللي بنوها أهلي مزيارة شاهد على وجودهم فوق. مع الوقت لقيوا الطقس كتير فوق سقعة، فضلوا يستقروا تحت بريش طعموط بهالمزرعة، هي مزرعة بريش طعموط. بقيوا 70 سنة، 70 سنة ما نميوا، طقس شوي تحت مرطب وجاي بكتف الجبل ما يشوفوا كتير الشمس. طلعوا مقابلهم لقيوا في تلة حلوة هيك مشمسي مشرفة هيك. طلبوا من حكام جبة بشري وكانوا من الشيعة من آل حمادة، طلبوا من الحكام يسمحوا لهم يطلعوا على هالتلة. في شغلة بس بدي افتح بين هلالين وقول، مطرح ما كانوا ينوجدوا كانوا دغري يبنوا كنيسة. هندي كانوا أول ما يوصلوا على المكان اللي يوصلوا عليه يبنوا كنيسة وبيوتهم حول الكنيسة. مشان هيك بإجبع برأس الجبل بنوا كنيسة مورجرجس مثل ما سبق وقلت، وبريش طعموط بنوا أول شيء كنيسة على اسم القديس مخايل، ورجعوا دغري بعدها بنوا كنيسة بعدها لليوم وقائمة والحمد لله بعدها بأحسن حال، هي على اسم القديس مورا. كنيسة القديس مورا بريش طعموط كنيسة أثرية يعود تاريخ بنائها لسنة 1709. عجبتهم التلة يلي مقابل ريش طعموط ويلي هي كانت تسمى الوطا واليوم حمايص.
عجبتهم تلي هيك مشرفة وفيها شمس وكذا، طلبوا من حكام جبة بشري يسمحوا لهم ينتقلوا على هالتلي، سمحوا لهم طلعوا. كانوا بأثناء أولادنا عم طلع نعمي هو الجد الجامع لعائلات من زيارة، كانوا صاروا أربعة عنا، عبد الأحد وعبد الله ويونس ويوسف. ليش سميتهم هودي الأربعة؟ لأنه هودي أصل عائلات من زيارة. يونس يلي استقر بحمايس هالتلي اللي لك مشرفي على رشتعموت، يونس هو أصل عائلة بيت يونس، في منا بيت بشارة ومنا بيت رفول، هودي كلهم جدهم يونس. عبد الأحد وعبد الله ويوسف طلعوا على مزيارة، ومزيارة هلا بقول لك شو كانت. عبد الأحد هو الجد لعائلة الشدياء وسركيس ورمية. عبد الله هو الجد المؤسس لعائلات، طبعا اضافي لعبد الله سليمان والفاضي وهبي. ويوسف هو الجد لآل الخوري، لبيت الخوري، وما تفرع منها فيما بعد، لأن العائلات بس تكبر بتتفرع. فاذا وصلوا على حميص، وصلوا على حميص، يونس استقر بحميص، اطلعوا لقيوا في حد حميص غابه ملتفه الاشجار فيها خنزير بري كتير، اضطروا يقطعوا هالشجرة تيبعدوا خطر الخنزير البري عنهم. وطلع عبد الله وعبد الأحد ويوسف قعدوا بمزيارة، ومن هونيك كانت صارت مزيارة بأيام الأمير يوسف الشهابي، أيام الأمير يوسف الشهابي، حكم الأمير يوسف الشهابي الإمارة اللبنانية، عم بحكي بالقرن الثامن عشر. وقت اجت المساحة، أول ما اجت المساحة اللبنانية اجت على أيام الأمير يوسف الشهابي. وقت اجوا على مزيارة، وهب الأمير يوسف الشهابي مزيارة لمشايخ آل كرم بصغرتا ومشايخ آل عيسى الخوري ببشري. كانوا أهالي مزيارة بهالأثناء هن فلاحين، يعني بدهم يشتغلوا عند أصحاب هالأرض. مع الوقت ضغطوا علينا كتير، بتعرفي كان الفلاح بده يدفع ضريبة للمقاطعجة لصاحب الأرض من الزراعة من المحصول من تعب ومن عرق جبينه، فضلوا يشتروا هالأرض. قرروا خلص بدهم يشتروا هالأرض، حكوا مع المشايخ، ونظمت بهيك الأثناء صكوك بالملكية، صكوك بملكية الأرض لأهالي مزيارة، بدهم يدفعوا كل شهر مبلغ معين تا يقدروا يستملكوا هالأرض وتصير لهم. وقت نظمت هالصكوك اضطر 70 شاب، عم بحكي 70 شاب من مزيارة دفعة واحدة، يسافروا إلى البرازيل هجرة في سبيل انهم يبعثوا المصاري من البرازيل الى مزيارة لاهلهم تا يوفوا ثمن الصكوك تا يقدروا يشتروا هالارض وتصير لاهلهم. سافروا هال70 شاب الى البرازيل، اشتغلوا تعبوا وبعثوا المصاري لاهلهم لهون، اشتروا هالارض وحرروا مزيارة وصارت ارض ملكيتها لاهلهم. مزيارة اليوم حوالي 10 ملايين متر مربع مساحتها، فيها حرش سندين يعتبر من أكبر أحراج السندين بلبنان، وهذا حرش مزروع زرع من بلوط بشناتب. اليوم مزيارة الحاضرة هي ثمرة جهود وكفاح جدودنا يلي كانوا فلاحين حبوا هالأرض حتى العشق، واللي سافر سافر وفي بقلبه حقد على صخر مزيارة، لأنه الصخر كان واقف بوجهه سد منيع أمام طموحه. إجوا فتتوا هالصخر، عملوا منه حجار، بنوا أحلى بيوت. والأرض مع الأسف مع الوقت، لأنه صار في هجرة على مراحل، في قسم كتير منها أهمل، ولكن ما نسيوا وبعدهم بيحفظوا التاريخ أنه نحن ما جينا على مزيارة وكانت سهل. مزيارة كانت كتير ظروف العيش فيها قاسية، ولكن عملوا كل الجهود في سبيل أنه مزيارة تكون ضيعة نموذجية بلبنان. والحمد لله بعدهم لليوم متكاتفين متضامنين، مزيارة عم تنمى عمرانيا وعم تنمى بشريا بهمة المقيمين والمغتربين. ونحن مثل ما قلت لك أهلي مزيارة مطرح ما بيوصلوا بيبنوا كنيسة، ما هيك؟ بنيوا وقت وصلوا على مزيارة بنيوا كنيسة سيدة الانتقال بمزيارة، بساحة مزيارة هونيك، وبلشت حارات مزيارة تنتشر حول الكنيسة. عنا عادة المغترب المزياري كل ما بده يسافر، قبل ما بده يسافر بيمرق بساحة السيدة
بيلم بحصة من قدام ساحة السيدة سيدة مزيارة، بيحطها بشنته بيسافر. بركة من سيدة مزيارة. مرة من المرات الطيارة بالجو صار في مطبات هوائية وصارت الطيارة تلعب فيه، والركاب من مزيارة ومن غير مزيارة صاروا يصرخوا وكذا. بيطلع شخص مغترب من الإخوان الشيعة، من الإخوان الشيعة موجود بالطيارة، قال لهم ما في حدا من مزيارة معه بحصة من كنيسة السيدة كبة. أحد المغتربين فاق إنه بلا معه بحصة من ساحة السيدة، بيفتح شنته بيشيل هالبحصة وبيكبها بالطيارة. بس باللحظة ذاتها راقت الطيارة ورجعت كفت مسارة ووصلوا كلهم بخير. هيدي حكايتنا نحن هون، مثل حكاية كتير من الضيعة اللبنانية المسيحية المارونية السريانية يلي حافظوا على تراثهم، وبعدنا لليوم تراث الأجداد محفور بالقلوب وبالصدور وبالذاكرة، مش بس بالوراق وبكتب التاريخ. والله يبارك هالضيعة ويبارك أهلها. المميز ببلدة مزيارة هي بالآونة الأخيرة كل ما كان عندهم الأطفال مناولة أولى كانوا يجتمعوا الأهل لحتى تكون السوفونير أو التذكار هو تمثال. من بين هالتمثيل هو تمثال للمهاجر اللبناني الأول موجود بوسط البلدة، وأيضا شفنا تمثيل للسيدات يلي كانوا يجمعوا البلوط من بشناتا لحتى يزرعون، وهيك لحتى تتكرس هالذاكرة بذاكرة أيضا الأجيال المستقبلية، وهيك حتى تذكار المناولة الأولى ما يكون على الرف بالبيت ولكن بضيعتهم عم بيجملوها بأجمل التذكارات يلي ما بتنتسى. كمان بيلفتك ببلدة مزيارة هو بيت للمغترب اللبناني بأستراليا الأستاذ ميشيل سليمان يلي بناه على شكل طيارة حقيقية باللونين الأزرق والأبيض، وبيت آخر على شكل هرم هو للسيد ريمو الشاغوري يلي أيضاً مهاجر إلى نيجيريا. بعد هجرة حوالي 30 سنة بنيجيريا أنا رجعت مع عائلتي وربيت أولادي بمزيارة، وهذا كان فخر لألي. بهمني أولادي يربوا بجو طيعتنا مطرح ما نحن ربينا مع قرايبينا ويعرفوا قيمة العيلة أكيد، وهيدا هدف كل مهاجر يرجع على ضيعته أكيد. لا شك أنه الهجرة فيها كتير خطورة، وخاصة ضيعة مزيارة دفعنا كتير ثمن بهالمجال الغربي، بس أكيد هدفنا كل أولاد مزيارة أنه نرجع على ضيعتنا ونكون هوني. وبالنهاية نحن ما فينا نترك بلادنا مثل ما جدودنا قضوا، وهيدي أرض قديسين برشربل وقديسي رفقة وغيرهم خلقوا هوني بهالبلد، ونحن ولا ممكن نتخلى عنها. مزيارة بحاضرة وبماضية كما يقول ابن الكاتب حليم دينا، من ثمارها تعرفونها بلدة الجمال والكمال والأناقة، بلدة النسور من اللي رفعوا اسم لبنان بالعالي. هي البلدة الوفية لتراث الأجداد وحافظت على كل حبة تراب، وحفظت بعيونها كل ابن من أبنائها إن كان مقيم فيها أو مغترب عنها. هي البلدة اللي ما بيفرق أبنائها بين مزيارة وحميص والحرف والصخرة، لأن كل مزيارة اللي كانت ورح تبقى لأهلها. وقديماً قال المفكر الفرنسي فولتير إنه التاريخ منه مقتصر على سيرة القاضي والملوك والطوايف، لأنهم كلهم استعينوا بالشعب لبلوغ غاياتهم. فالتاريخ تاريخ الشعب الكادح المجاهد الصبور، وتاريخ مزيارة مجيد بتعاون أبنائه وشد أواصر الألفة لحتى يكونوا مثال دايم بأنه الاتحاد دايماً في قوة. بشكركم مشاهدي الفضائية السوريانية سورويو تي في على متابعة هالحلقة من برنامج من لبنان، على أمل نلتقى بضيعة جديدة بمعلم سياحي وروح جديد من لبنان لإلكن. إلى اللقاء.